بيبين لي الجرين سايز ديستريبيوشن او الجرين سايز اناليسيس او اللي هو التحليل المنقولي او ازاي اجيب نسبه الفاين ماتيريال. طبعا السيتس او المجموعه بتاعت السيف اناليسيس اللي هي على الشمال مجموعه المناخل اللي هي بستخدمها عشان اتمي الرمل اللي عندي الجراديشن بتاعه ايه، اذا كان فاين ولا فاين تو ميديوم ولا ميديوم تو فاين ولا جريدد ولا كورست تو ميديوم ولا ميديوم تو كورس، بناء على الكميات. واظن العمل بتاع الميكانيكال ديبوسيشن او اشتغل تحليل منقولي في المعمل عرف يعمل السيف اناليسيس، وده طبعا باخد الريتيننج اللي هو المحجوز، وانا ببقى واخد كميه معينه فبشوف الباسنج قد ايه اللي هو المار، وبعدين بكتب على كل ديامتر من المناخل دهيت كل منخل ايه اللي اتحجز عليه وايه اللي مر منه، وفي الاخر بيطلع لي كيرف للسيف اناليسيس بسمي بيه الرمل اللي عندي. الجهاز اللي على اليمين قلنا الهيدرومتر، الهيدرومتر بحدد بيه نسبه السيلت والكلي الفاين ماتيريال، ده عباره عن بالب وبيتعمل الاول باخد جزء من السويل وبحطها في محلول اسمه صوديوم هيكزا ميتا فوسفيت، وبعدين بعد 24 ساعه بيعمل ديسبيرشن، وبعدين بحط جار 1000 واكمل ميه معطره. ومهم يعني التجربه ديت اللي هي بتحدد لي نسبه السيلت او كلي. لو عندي عينه فيها سيلت وكلي وساند يبقى بعمل التحليل المنخولي للساند وبعمل الهيدرومتر للسيلت والكلي، وفي الاخر خالص بيطلع لي كيرف في كل نسبه كل حاجه من الثلاثه، وبسمي الحاجه اللي عندي في الاخر بناء على النسبه بتاع كل مكون. نشوف حضراتكم السلايد بعد كده. حضراتكم التشارت ده بيبين بعد ما عملت اختبار ستيف اناليسيس بعمل برسم كيرف بيطلع لي نسبة الجرافيل كام ونسبة الساند كام، الفاين ساند والميديوم ساند والكورس ساند. طبعا هو الكيرف ده بتاع مش بتاع كلاسيفيكيشن، ده بتاع عينة جاية ان هنشوفها وزين ذا ليميت ولا لا، تنفع يعني لها اختبار صلاحية لاستخدامها في مواد بونة مثلا او استخدامها في الخرسانة او استخدامها في طرق. يعني هو برضو بس نفس الفكرة بتاعت الكلاسيفيكيشن، ان هو بعمل اختبار تحليل منخولي بالمناخل وبعد اوقع النسب على كل منقل قدامي. طبعا العلاقه بين البيرسنت اوف باسنج باي ويت والاجريجيت سايز ان مليمتر، فكل منقل بيبقى ليه سايز معينه مر منه قد ايه باسنج، فاروح حاطط ايه الموقع. في الاخر خالص بروح راسم الكيرف بتاعي وبقدر اشوف نسبه الجرافل قد ايه والكور ساند قد ايه والميديوم ساند قد ايه والفاين ساند قد ايه، و النسب دي كلها الثلاثه يطلعوا لي الاسم بتاع الرمل المسمى الاخير. زي ما قلنا في جريدد ساند، وبعدين في كورس وكورس او كورس تو ميديوم او فاين تو ميديوم او ميديوم تو فاين، في نسبه سيلت ولا لا، في نسبه كلي في الرمل ولا لا، بيطلع كله من الشارت اللي قدام حضراتكم ده. السلايد دي فيها جهاز الاثر بيرج ليميت. جهاز الاثر بيرج ليميت قلنا بنطلع منه حاجه اسمها ليكويد ليميت، وبعد كده بنعمل اختبار تاني اسمه البلاستيك ليميت. ففي نوعين من الاجهزه، نوع بيحسب اللي هو في زي حاجه كده حوض، وبنعمل العينه وبالاول بتبقى ملتحمه وبعدين بنعمل جروف في العينه وبنعمل بندور الجهاز، فبيقعد يعني يطلع وينزل لحد ما تلتحم العينه، وبناخد منها عينه نحطها في فرن التجفيف وبنطلع الوتر كونتنت بتاعتها. بعد كده بنقيس الوتر كونتنت، يبقى ده الليكويد ليميت. لحد البلاستيك ليميت او حد اللدونه ده بيتعمل ان زي سريد من العينه قطره 3 مللي لحد ما يحصل فيه تشققات، وبعد ما يحصل فيه تشققات باخده برده بعمل له احطه في الفرن واطلع الوتر كونتنت بتاعته. فالليكويد ليميت والبلاستيك ليميت الاثنين دول مهمين جدا عشان تطلعوا حاجه اسمها البلاستيستي اندكس.
يبقى انا عندي ثلاثه بارامتر، ليكويد ليميت، بلاستيك ليميت، بلاستيسيتي اندكس، والووتر كونتنت، ليهم علاقات مع بعض هنعرفها طبعا. احنا بنتكلم بتعريف كده بسرعه ان ايه المجالات اللي انت هتشتغل فيها، سواء هتشتغل في الفيلد او المعمل كجيولوجيست، او ان انت راجل عندك الباك جراوند اللي تعمل كل الحاجات دي بسهوله وما فيهاش اي صعوبه، وانت يعني مؤهل لذلك، وانت راجل بتاع معمل، وانت راجل بتاع موقع. الجهاز التاني اللي هو فيه الدايل ده هو برضو نفس الفكره، بس عن طريق البنتريشن، بيدي لك تجيب العينه زي ما هي اسطوانيه كده، واروح غاز الجهاز فيها فبيديني قرايه، دي بتعبر عن الليكويد ليميت، وطبعا من الاستيفنس بتاع العينه في علاقه بينها وبين الووتر كونتنت، فبيدي لي قرايه الليكويد ليميت في القرايه في العداد. فده جهاز برضو مهم جدا في السويل ميكانيكس. بالتشارت ده بيبين بعد ما عملت الاختبار بتاع الاتر بيرج ليميت، بوقعه الكيرف اللي فوق على الشمال، بعمل نقطة واثنين وثلاثة واربعة، وبحاول اعمل لاين بتاعهم، وبعد عند دقات او نمبر اوف بلو 25 بطلع الليكويد ليميت. يعني عندي 25 الليكويد ليميت، هنا كام؟ 35، ان هنا النسبة بين الووتر كونتنت باي ويت والنمبر اوف بلو. فبعد ما اعمل التشارتس بحسب الليكويد ليميت. في التشارت اللي تحت ده اسمه كاسا جراند تشارت، بعد ما اجيب الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت، فالبلاستيست اندكس بتساوي الليكويد ليميت، بطرح منها البلاستيك ليميت بيطلع لي البلاستيست اندكس. في علاقه بين البلاستيست اندكس والليكويد ليميت، البلاستيست اندكس طلعت لي رقم والليكويد ليميت طلع لي رقم، فبشوف العينه وقعت فين. هل هي في السي اتش يبقى هاي بلاستيك كلي، هاي هي في السي ال يبقى لو بلاستيك كلي، هل هي في الام اتش يبقى هاي بلاستيك سيلت، الام ال لو بلاستيك سيلت، والمنطقه اللي هي السي ال ان بتوين بين اللو بلاستيك كلي واللو بلاستيك سيلت اللي هي تحت خالص. فالتشارت ده مهم جدا مهم جدا، اسمه كازا جراند تشارت. في الاخر خالص بقى بعد الاختبار بعمل اشوف العينه وقعت فين عشان اديها الاسم بتاعها في الكلاسيفيكيشن اللي انا هخليه في الفاينل لوج. موضوع جميل جدا واختبار سهل جدا، وفي الاخر خالص مهم جدا ان انا اعمل اوقع العينه فين بتاعتي في كذا جراند تشارت، علشان يبقى انا كتبت الاسم بتاعها الصح في الكلاسيفيكيشن. حضراتكم السلايد دي بتبين جهاز مهم جدا في اختبارات السويل ميكانيكس، هو جهاز اسمه الاودوميتر، بيعمل ثلاث اختبارات مختلفة، الكونسوليديشن تيست، وبنعمل عليه اختبار السويلنج تيست، وبنعمل عليه اختبار الكولابسابيلتي تيست. جهاز مهم جدا ولازم يكون موجود في اي معمل، ولازم اي جيولوجي يكون عارف الاختبار ده. طبعا اثناء الشغل هتعرف بيتعمل ازاي التجربه واعداد التجربه. هنا بيبقى في جهاز يعني او رود بيعمل بيشيل الاعمال، وفي دايل بنعمل له تاتشنج وبيتعمل له سيتنج، والجزء ده الحوض اللي تحت ده اللي هو بيسموه السيل او الخليه بتتوضب فيها العينه، وفي اتنين بورس ستون اللي هم الجزئين القرصين الحمر دول، وبيتحط فلتر بيبر، والعينه بتتوضب وبتتعمل بحساسيه كبيره جدا، علشان بعد كده بزود احمال وبعمل التلات اختبارات ديت عليها. في فما فيش اي اختبار سويل يخلو من هذا الجهاز، فجهاز مهم جدا تتعرف عليه دلوقتي، عشان لو ربنا سهل واشتغلت مثلا في هذا المجال يبقى انت شفته وعرفت يعني ايه جهاز اودومتر. طبعا مش هنعرف نقول يعني ايه ازاي بنشرح ازاي، لانك لازم الانسان يشتغل بايديه ويعرف يعمل العينه ازاي ويوضبها ازاي وياخد القرايات. وبعد كده دلوقتي الكمبيوتر بيعمل كل حاجه حسابات، يعني احنا كنا زمان نعمل حسابات على ايدينا، ما كانش في كمبيوتر ولا في حاجه. النهارده انت بتاخد ارقام وتحطها على الجهاز الكمبيوتر بتاعك، بيبدا يروح راسم الكيرف، وفي اجهزه متوصله بجهاز الكمبيوتر الدايركت، يعني انت ما بتعملش حاجه، هو بياخد الحمل لما بيقف بينزل الحمل اللي بعده، والجهاز متوصل ب مثلا لابتوب او جهاز كمبيوتر، فبيرسم الكيرف
كل ثانيه او كل دقيقه تلاقي الاحمال عماله بتنزل وهو عمال بيرسم كيرف الناحيه التانيه. فبقت طبعا الموضوع تطور جدا، لكن لازم تاخد فكره مبدئيه اللي هو بيستخدم في ايه وايه الغرض منه في اختبارات سول ميكانيكس. اودوميتر كونسول سويلنج، سويلنج سويلنج ايه ولا دبل اي؟ سويلنج ايه واحده ولا دبل ال؟ اصل هي كده ممكن تكون غلط. دبل ال صح؟ دبل اي دبل ايه ولا دبل ال؟ تقريبا دبل اي. سويلنج لا هي دبل ايه، دبل ال يا باشا اهو دبل ال. سويلنج اللي هي الانتفاش، تورم او انتفاش، يبقى دبل ال. الواحد برضه بيهيئ السلايد دي بتبين طبعا على الجزء اللي على الشمال اللي على اليمين فوق بيبين السكتش اللي بيحصل اثناء اعداد العينه. يعني ده سكتش يعني بيبين لك اثناء التضاغط العينه في الخليه وانا بحمل احمال فبيحصل ايه في طبعا الفوليوم بيتغير جوه الخليه نفسها، وبتاع معنى فوليوم يعني فويد ريشو، وبحول الارتفاع بتاع الاتش اساسا والتغير في حجم دلتا اتش، فبعمل اما عن طريق الفويد ريشو بيرسنت او الدلتا اتش على اتش، بطلع منها الهبوط اللي حصل. اجينست الابلايد ستريس، يعني كل حمل بحمله بيبقى في الاخر خالص قرايه بروح موقعها، بيطلع لي الكيرف اللي هو على الشمال فوق اللي هو حصل له لودنج وانلودنج. من الكيرف ده بطلع بارامتر حاجه اسمها كوفيشنت اوف كومبريسابيلتي، وفي حاجه اسمها البري كونسوليديشن، ودي بتستخدم في ان انا بطلع البيرنج كاباسيتي في معادله بتاع الترزاجي، وترزاجي دوت يعتبر ابو السويل، هو العالم اللي عمل معادله البيرنج كاباسيتي. بطلع منها من البارامترز ديت جهد السويل نفسها وجهد التربه قد ايه، عشان الاستشاري او المهندس المدني يبقى عارف الاحمال اللي جايه ديت جهد التربه ده يقضيها ولا لا. فاختبار مهم جدا جدا، اختبار شيق بيتعمل على ده اختبار الكونسوليديشن، يبقى من ضمن الحاجات اللي احنا شرحناها ادي اختبار الكونسوليديشن اللي هو بيتعمل على جهاز الاودومتر. نشوف حضراتكم الاختبار اللي بعد كده. حضراتكم ده الاختبار او تاني اختبار بيتعمل على جهاز الاودومتر، وهو اختبار الكولابسابيلتي. اختبار الكولابسابيلتي تيست للسمنتد سويل. يعني ايه سمنتد سويل؟ احنا قلنا قبل كده في السلايدز اللي فوق ان لازم افرق بين الساند والسمنتد ساند والساند ستون. مهم جدا اللي ما واخد على انه يقول ساند ستون فورميشن، لا احنا عندنا في السويل ميكانيك او جيوتكنيكال انجينيرنج بتتعامل مع الماتيريال بحساسيه لان جاي عليها احمال، فبالتالي في فرق بين ان انا اقول ساند يبقى رمل او سيمنتد ساند يبقى رمل متلاحم او سيمنتد سويل، يعني ايا كانت اذا كان المكونات بتاعتها. ما سيمنتد ساند او سيمنتد سويل هتلاقي فيها مور ذان وان تايب اوف سويل، هتلاقي ممكن ساند وسيلت وكلاي وجرافل، فايا كان المسميات مهمه جدا. فالاختبار الكولابسابيلتي اللي بيتعمل على السمنتد سويل. جهاز الاودومتر ده برضو من ضمن الحاجات اللي هي الوظائف بتاعته ان انا بعمل عليه اختبار الكولابسابيلتي، ان انا بجيب العينه واحطها في الجهاز وبعدين بحملها دراي، وبعد كده بقى عند حمل معين مثلا عايز اشوف الكولابسابيلتي اندر 1 كيلو ستريس او 1.5 كيلو ستريس، فاحط بحملها دراي وباخد قرايات لحد ما تثبت وبغمر ميه. اهو عندك في التشارت ووتر ووز ادد تو فول ساتوريشن لحد يحصل فول ساتوريشن، بشوف الهبوط اللي حصل
في العينه قد ايه، وبحسب نسبه الانهيار اللي هي البيرسنت اوف كولابسبيلتي. طبعا دي بارامتر مهمه جدا في ان انا لما بيطلع لي سويل فيها مشاكل بعد كده مثلا، انا بعمل ليه الاختبار ده؟ لانه انا بشوف الانهياريه تحت الميه، لان اي منشأ دلوقتي لو انا في المدن اللي ما فيهاش ميه جوفيه او ميه جوفيه مستوى مجوفها بعيد، فبالتالي لما اشوف الميه اي مصدر ميه هيجي بعد كده مستقبلا، سواء ميه امطار، ميه صرف، ميه زي ما بيحصل السيول اللي جت في التجمع الخامس او الامطار القريبه ده، هي يعني لما توصل على الطبقات اللي هي تحت المنشأ ديت، انا ما درستش الطبقات ديت، فبيحصل انهيار او يحصل شروخ في المبنى. فلازم اعمل اختبار الكولابسبيلتي علشان لو في مشاكل هشيل حط اشيل تربه، اعمل احلال او ادعم بايه او. فاختبار مهم جدا في السويل ميكانيكس او الجيوتكنيكال انجينيرنج. في السلايد دي تالت اختبار بيتعمل على جهاز الاودومتر. هو الجهاز الاودومتر ده مهم جدا. فاحنا شرحنا الكونسوليديشن في السلايد الاولانيه، وشرحنا الكولابسبيلتي تيست. ده تالت اختبار او اخر اختبار بيتعمل على جهاز الاودومتر، اسمه السويلنج بريشر تيست. في السويلنج بريشر تيست ده بيتعمل على طبقات الكلي اللي هي السويلنج او الكلي الاكسبانسيف، يعني اللي يحصل لها انتفاش لما تجي لها ميه او يحصل لها تمدد تحت تاثير الميه في المستقبل يعني. فلازم اعمل الاختبار ده عشان نشوف الطبقات دي سويلنج هتشيل المبنى في المستقبل، لان هي بيزيد حجمها لفوق فبتعمل لي ديفرنشال سيتلمنت في الاساسات، فبتلاقي في المبنى بعد كده شرخ وحصل فيه كراكس وحصل فيه مشاكل. لا، طب انا من الاول خالص لما بعمل الاختبار دوت يبقى باين لي السويلنج بريشر او ضغط الانتفاش هيشيل قد ايه السويلنج دوت، فبعمل الاختبار عشان اعمل البريكوجن الاحتياطات، اشيل واعمل احلال ولا اعمل اضيف ايه علشان اموت السويلنج ده. والسويلنج ده في الكلي اساسه معادن الكلي اللي هو المنتومورلونايت والسميكتايت، هم المسؤولين عن السويلنج في الكلي لما بتجي لها ميه. فشفتوا بقى المينرال كلي مينرال جات ازاي عندنا هنا، يبقى شفت الجيولوجي مهم ازاي. يبقى انت عشان دارس الكلي مينرال في الكلي وعارف يعني ايه سميكتايت ويعني عارف يعني ايه منتومورلونايت، فهم دول المسؤولين عن الانتفاش او الاكسبانسيف للسويل لما بيجي لها ميه على اللونج ران يعني او على اللونج تيرم مع الزمن. فالمنشا بيتعمل ممكن منشا اثناء التنفيذ وانا ما اتعملش فيه جسات او اتعمل فيه جسات او اتعمل فيه تقرير بطريقه خطا، وديت حصل في مدينتي اهو قريب ان هم يعني ما صنفوش صح او عملوا طبقات الاحلال غلط، فشرخت المنشآت دلوقتي بيعالجوا فيها نتيجه ان هو ما قاس السويلنج بريشر صح او ما عملش طبقات احلال صح. فالميه لما حصلت من اللاندسكيب اريا، والناس بتروي دلوقتي الجناين في الفيلات والعمارات والشوارع دلوقتي في الري شغال في مدينتي، فالميه وصلت للكلي اللي تحت طبقات الاحلال فحصل سويلنج، فبدا يحصل كراكس والمباني شرخت وبقت مشكله طبعا دلوقتي. فمهم جدا ان انا اعمل اختبار السويلنج ده على الكلي او الشيل او الطفله زي اللي هو الاكسبريشن اللي هو بتاع العمومي اللي احنا بنسميها طفله. فبالتالي اختبار مهم جدا جدا في الدراسات الجيوتقنيه. الجهاز ده اسمه تراي اكزل تيست او جهاز تراي اكزل. ده بعمل عليه اختبار اسمه شير. يعني انا عايز عندي عينه سويل وعايز اجيب الشير جهد القص بتاعها شير سترينث، فبوضب العينه في الكبسوله دي طبعا في الاقصى اليمين في الصوره. الشمال هنا المكان لسه ما كنتش حطيت الكبسول، فالكبسوله اللي هي في الشمال ديت طبعا وهي متشاله من على الجهاز بعد فيها العينه الاسطوانيه اللي انا واخدها جات لي من الحفر، وبتتحط بطريقه معينه وبيتحط عليها غلاف ممبرين، وبشغل كومبريشن فورس ولات تو لاترال فورس يعني تراي اكزل،
وان كومبريشن فورس وتو لاترال فورس جانبيه عمودين على بعض، فعشان كده بيسموه تراي اكزل. الكومبريشن نتيجه الضغط، التو لاترال فورس نتيجه هيدروليك فلويد. ففي الاخر خالص في بقيس ستريس وسترين، ستريس وسترين، يعني ادي اجهاد والانفعال بتاع نتيجه الاجهاد ده لحد ما يحصل فيلير في العينه. طبعا في حاجه زمان لو الناس درست في الروك ميكانكس او الناس كانت بتدرس انجينيرنج في الجامعه، في حاجه اسمها موهو سيركلز، فبالتالي بطلع اول ترايل وتاني ترايل وتالت ترايل، فبيطلع لي تشارت بعمل عليه لاين، بتطلع لي الانجل اوف انترنال فراكشن، وبيطلع لي اللي هو الشير سترينث قد ايه. لازم اي عين كلاي سوفت وميديوم ستيف لازم اعمل على الاختبار دوت انه بيطلع لي الشير في المعمل. الجهاز ده اسمه الفان شير تيست. الفان شير تيست ده بيتعمل في الموقع، يعني احنا كنا بنقول التراي اكسل في المعمل بيقيس الشير سترينث في المعمل. طيب لو انا عايز اعمل اقيس الشير في الفيلد يعني في الموقع، فلما بوصل لعمق معين وعايز اعمل اقيس الشير سترينث بعمل اختبار الفان شير تيست. فين؟ وانا واقف على البور هول، يعني مكنه الجسات اللي بتحفر وصلت لعمق معين وانا عايز اعمل اختبار الفان شير، بروح مرجع المكنه ورا واحط الجهاز دوت وابدا اعمل الاختبار الفان شير تيست. بقيس حاجه اسمها التورك مع التايم. في طبعا دايلز عدادات بتتركب ومعايا ستوب ووتش، وكل وقت معين باخد قرايه من العداد الدايل اللي هو شغال مع دوران الرود اللي هو نازل عند العمق المعين اللي انا بشتغل عنده، فبقيس الفان شير تيست في الموقع. ده اختبار مهم جدا بيتعمل في الموقع لو انا ما عرفتش اخد عينه، او اذا الطلب الاستشاري ان هو يتعمل، لان اي شغل بيجي ليه مواصفه. لو هو طلب في مواصفه الشغل ان انا اعمل فان شير تيست في الموقع، فبعمله له في الموقع واقدم له التشارت بتاعه والنتيجه بتاعته خلال الاختبارات الحقليه. الجهاز اللي في الصوره ده عندنا حضراتكم ده بيقيس حاجه اسمها الانكونفاين كومبرسيف سترينث اوف روك. يبقى الصخر ممكن اعمل له انكونفاين كومبرسر، بقيس الاجهاد بتاعته او التكسير بتاعه تحت الاحمال لحد ما يحصل فيلير للصخر او ينكسر، فده بنسميه الانكونفاين كومبرسر او الضغط غير المحاط. يعني بقيس فيلير للعينه تحت الضغط غير المحاط، غير التراي اكزل. التراي اكزل ضغط محاط، يعني يبقى عندي كومبريشن واثنين لاترال فورس عمودين على بعض، هنا ضغط غير محاط كومبريشن بس، فدوت بيتعمل في السويل. طبعا جهاز السويل غير ده خالص، ده للروك. فبحمل العينه الاسطوانيه تحت الجهاز والدايل بيقرا لحد ما يحصل فيلير للعينه، باخد القرايه الاخيره ديت، فبحد جهد التكسير او جهد الكومبريسيف سترينث للروك من الاختبار ده. طبعا مهم جدا طبعا لما بيجي لي عينه سبيسمن اسطوانيه، لو انا شغال في موقع زي المقطم او زي اي حاجه فيها ستون، بقى بجيب عينات اسطوانيه وبطلعها عند عمق معين اللي انا عايزه، واروح واخد عينه واحطها تحت الجهاز، بعمل لها كابنج من حاجه اسمها الكبريت علشان يبقى السطح سموث فوق وتحت، بحطه تحت الجهاز وببدا اجيب السترينث بتاعه تحت الاجهادات المختلفه لحد ما يحصل فيلير. ده برضو يعني لو الناس اللي اشتغلت درست روك ميكانكس هيبقى عنده فكره عن يعني ايه انكونفايند كومبريسيف سترينث. جهاز الكومباكشن تيست او بروكتور تيست ان ذا لاب في الموقع في المعمل اسف. البروكتور تيست ان لاب او ان ذا لاب. جهاز البروكتور ده ان انا لو عندي طبقه احلال في التربه ان انا هشيل واحط، فلازم العينه تجي لي المعمل عشان اعمل عليها اقصى كثافه جافه اللي هي هتوصل لي في المعمل، عشان بعد كده لما اشتغل هو بالهراس في الموقع اشوفه وصل لاقصى كثافه جافه اللي هو بتحدد لي نسبه الدم ولا لا. فالجهاز ده هو تو مولد وتو هامر، طبعا في الستاندر وفي الموديفايد. فالمندالة بتاعت الستاندر
اقل في الوزن من المندلة بتاعت الموديفايد، والقطر في الستاندر اقل من القطر بتاع الموديفايد. فلما بيطلب الاستشاري عايز اعمل ستاندر كومباكشن تيست او عايز اعمل موديفايد كومباكشن تيست، بيجيب لي العينه وبنعمل له عليها الاختبار ده في المعمل، وطلع له المويشر دينس ريليشن شيب. ايه هي المويشر دينس ريليشن شيب؟ اذا بروكتور كومباكشن تيست از لابوراتوري ميثود اوف اكسبيرمنتلي ديترماين ذا اوبتيمم مويشر كونتنت ات ويتش ا جيفن سويل تايب will become moist densest and achieve its maximum dry density. ايه الكلام ده؟ معناه ان انا تحت التجربه بوصل لاقصى كثافه جافه من الكيرفات اللي انتوا شايفينها على الشمال تحت، ان انا بعمل كذا نقطه على 5 طبقات لو هو موديفايد، على 3 طبقات لو هو ستاندر، وفي الاخر خالص بجيب الدينستي وبجيب المويشر اللي هو محتمل رطوبه، وبعمل علاقه بين الاثنين لحد ما يطلع لي ماكسيمم دراي دينستي واوبتيمم ووتر كونتنت. وده اللي هو اللي بقيس عليه الاختبار الدمك في الموقع. هو عمل اختبار دمك، باجي اخد العينه بالعكس، اخد عينه من حفره وهنشوف الجهاز ده قدام، وبجيب الوزن والحجم واطلع الكثافه ويت والكثافه دراي، وبعدين اجيب الماكسيمم دراي دينستي اللي هي اتعملت في المعمل، اقسم الجاما فيلد على الجاما لاب يطلع لي البيرسنت اوف كومباكشن. ده اختبار ببساطه، وشغال كتير جدا في المواقع، مهم جدا في المواقع. لما بيجي الاستشاري يوصل على طبقه احلال بتتعمل على طبقات، مثلا لو عندي متر احلال بتعمل 4 طبقات على 25 سنتي، وبتتغمر بالميه وبتدكك بيمشي يدكها، وبعدين انا ببعت حد من عندي او الراجل الجيولوجي او المهندس بيروح ياخد الاختبار في الموقع ويقيس على البروكتور لاب او اختبار الجاما لاب زي ما بيقولوا، فيطلع له بيرسنت اوف كومباكشن. انا بس بنشرح علشان يعني تاخدوا فكره عن الاجهزه، بحيث ان انا شفت جهاز ده قبل كده، ده بيقيس الكومباكشن عن طريق ايه؟ عن طريق الدينستي، عن طريق الووتر كونتنت. حاجات يعني سهله جدا، بارامتر بتلعب في حاجه، 3 حاجات: الويت والفوليوم والدينستي. اللي هيعرف يعني ايه ويت وفوليوم ودينستي هيلاقي الاختبار ده بسيط جدا. كل الحكايه كلها انك انت بتاخد وزن وعندك فوليوم ثابت، وبتقيس الووتر كونتنت، تطلع الويت دينستي وتطلع الدراي دينستي، وبالتالي بشوف في الموقع نفس الثلاثه دول، بطلع الدراي دينستي بعد ما اطلع الويت دينستي بقسم على 1+ الووتر كونتنت على 100، يطلع لي الدراي دينستي، اقسم على الجاما لاب اللي هي الدينستي بتاع المعمل، يطلع لي بيرسنت اوف كومباكشن. في السلايد دي فيها رسم توضيحي للاب او البروكتور ان ذا لاب. الجزء اللي فوق على اليمين بيبين لي الموديفايد المندلة بتاعته 4.5 كيلو جرام، والمولد بتاعه الفوليوم بتاعه 1000 سنتيمتر كيوب. اللي على الشمال طبعا في الموديفايد بعمل 5 طبقات، كل طبقة على 25 بدأ 25 نمبر اوف بلو او عدد ضربات او عدد دقات بالمندلة. في على الشمال الستاندر بيبقى المندلة بتاعته 2.5 كيلو جرام، وتقريبا بيبقى نفس الفوليوم يعني، بس ايه بعمل على 3 طبقات، وبرضو كل لاير بتاخد 25 نمبر اوف بلو او 25 ضربة في كل طبقة. بعد كده لما بساوي باخد الفوليوم طبعا ثابت اللي هو بتاع المولد، وباوزن واطلع وزن المولد، وانا عندي الفوليوم طلعت الكثافه ويت اللي هي كثافه رطبه، باخد العينه واحطها في الفرن تتجفف، او في جهاز اسمه السبيدي موشر بيطلع لي محتوى رطوبه في الحال، بوجد علاقه بين الدراي دينستي والووتر كونتنت، فبيطلع لي بوينت. فكل بوينت في كل ترايل في كل محاوله بوقعها على الكيرف اللي على الشمال فوق، بطلع الماكسيمم دراي دينستي واجينست الووتر كونتنت، بيطلع لي الكيرف اللي فوق ده، فالبيك بتاعه اللي فوق ده اقصى كثافه جافه، والعمود عليه الاوبتم ووتر كونتنت، وده الدوتد لاين ده اللي هو الساتوريشن. فاذا كان ما دام عمره ما هيتقابل مع الكيرف بتاع البروكتور، يبقى انا عندي 100%
ما يعني زيرو او عندي زيرو فويد ريشو او 100% ساتوريشن، فيبقى انا عملت التجربه صح. فده مهم، اختبار مهم جدا زي ما قلنا، واختبار الناس كلها شغاله عليه، بيسمى بروكتور تيست او موشر دينسي تيست، اللي انا بتاع المعمل. فغير بقى البروكتور تيست في الموقع، ان انا خلصت التجربه دي بيبقى معايا مستند في التجربه وفي الحاجتين، ماكسيمم جاما دراي لو اقصى كثافه جافه، والاوبتيم موتور كونتنت لما بيعمل كومباكشن في الموقع، دمك في الموقع على طبقات، بروح كل مره اخد كام عينه على حسب المساحه وبطلع البيرسنت اوف كومباكشن. ده اختبار الدك. اتكلمنا في السلايد اللي قبل كده على البروكتور تيست ان ذا لاب. في السلايد دي بقى البروكتور تيست ان ذا فيلد. يبقى احنا قسنا ماكسيمم دراي دينستي واللي قصادها اوبتيمم موتر كونتنت، اخد الورقه ديت معايا وانا رايح الفيلد، دي اللي هقيس عليها الكومباكشن بيرسنت او بيرسنت اوف كومباكشن. باخد الجهاز ده اهو، في تو تايب او في 3 تايب، في الجهاز بالون تيست اللي هو على اليمين، ان انا ببقى في بالون بعمل الحفره انا مش عارف حجمها ايه، فبملاها هواء وبناء عليه بعرف الفوليوم من البالون، او املاها ميه واعرف الفوليوم من البالون، او ان انا اخد رمل عياري زي الجهاز اللي في الشمال. الرمل ده ليه كثافه واللي بينزل منه وزن، فاقدر اجيب حجم الحفره. جبت حجم الحفره وانا واخد عينه حفرتها من الصينيه ديت اللي تحت ديت، بيبقى فيها جزء كده مدور، فباخد الوزن بتاع التربه، وانا نزلت وزن من الرمل العياري اللي هو ليه كثافه وعرفت منه حجم الحفره، فبجيب وزن على فوليوم بيديني كثافه، فكثافه ويت، وانا بجيب اعمل الووتر كونتنت بقيسها في جهاز اسمه السبيدو موشر، او بجففها في الفرن بعد 24 ساعه بقيس الووتر كونتنت وبطلع اقصى كثافه جافه. اقسم الحاجات اللي هي طلعت ده في الفيلد بقى، اقسم على اللي انا عملته في المعمل يطلع لي البيرسنت اوف كومباكشن. الاختبار ده شغال كتير جدا في المواقع، عشان معظم المواقع اللي بتيجي فيها طبقات احلال ولازم اعمل الاختبار الكومباكشن ده على طبقات الاحلال عشان اشوفه وصل لاقصى كثافه قال عليها المعمل ولا لا. والجيولوجيين برعوا في هذا الاختبار، وشغالين المكاتب الاستشاريه بتستدعي ناس عشان تروح المواقع وتعمل الاختبار الجميل ده.